بمناسبة عيد ميلاد والدة الإله أمنا العذراء، أقيم في كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكين الكاثوليك ببيت ساحور رسيتال ميلادي بمشاركة جوقة صوت الملائكة التابعة لمؤسسة يوحنا بولس الثاني، بحضور عدد من الكهنة والمدعوين والمؤمنين طالبين في صلاتهم أن يحل السلام في أرض السلام. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. من رتل صلى مرتين. استضافت كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك جوقة صوت الملائكة التابعة لمؤسسة يوحنا بولس الثاني لإحياء ريسيتال تراتيل دينية وروحية بمناسبة عيد ميلاد أمنا مريم العذراء عليها أشرف السلام، وبمشاركة جوقات الكنيسة. ابتدأت الأمسية بكلمة ترحيبية من راعي الكنيسة الأب سهيل فاخوري الذي رحب بالجميع وخصوصا بنزلاء الجمعية الأنطونية وبالجوقة المشاركة، حيث كرمت والدة الإله وبكل خشوع بأجمل الأصوات بالتراتيل والصلوات من قبل الجوقات. صوت الملائكة هي جوقة تضم شباب وصبايا من مختلف المناطق، بيت لحم، بيت صحور، بيت جالا والقدس أيضا. حبينا اليوم أنه نعمل هاي الأمسية الصلاة لعدة أهداف. الهدف الأول هو الاتحاد ما بين الكنيسة، فإحنا جايين عند كنيسة الروم الكاثوليك عشان نسمع الترانيم الشرقية وبمقابلها الترانيم الغربية تابعة لكنيسة اللاتين. كما قدمت هذه التراتيل لأمنا مريم العذراء طالبين أن تتشفع لدى ابنها يسوع المسيح بأن يتحنن على أبنائه وأن تنتهي الحرب في المنطقة وأن يحل السلام في الأراضي المقدسة والعالم أجمع. الهدف العام والهدف الرئيسي هو الصلاة من أجل السلام. نحن منمر في مرحلة ما مرينا فيها من قبل، من ألم، من وجع، من معاناة. فلما تنقام كل الأيادي المساعدة لفلسطين إنها تقدر تخفف من وجعها، فإحنا منرفع أيادينا إلى الله لعله هاي الصلاة توصل وتصبرنا ومنوصل صلاتنا أكتر إشي لأهلنا في غزة عشان يضلوا قادرين يصمدوا، وإن شاء الله يا رب عم السلام في بلادنا. ميلادك يا والدة الإله بشر بالفرح المسكونة كلها، لأنه منك أشرق شمس العدل المسيح إلى هنا. مرت لا صلى مرتين. نحن اليوم بسبب هذه الأوضاع الحزينة اللي بمر فيها وطننا الحبيب، ما علينا إلا نرتل ونتشفع لأمنا مريم العذراء أن يحل السلام في وطن السلام. هذه هي قدراتنا المحدودة، بصوتنا، بإيماننا، بترتيلنا. يا ريت ان شاء الله تصل هاي الاصوات لكل العالم انه يحل السلام في وطن السلام. هذه المناسبه صراحه ممزوجه بين ان نكرم امنا مريم العذراء ونمجدها، وبين ان نطلب من ابنها يسوع المسيح من خلالها انه يحل السلام في بلادنا والعالم اجمع، لانه بلادنا بحاجه للسلام، هي طواقه الى السلام.
القديسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين بيت سحور.